الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مع حضراتكم فاتن من شركه فريست اونلاين. كل سنه وحضراتكم دايما طيبين. جايبه النهارده منتج لا غنى عنه في اي بيت لازم يكون موجود. لازم يكون مقتنياتك الشخصيه بدل ما نروح اي مكان عشان نوزن فيه نفسنا او كده ونكلف برضو نفسنا وقت وفلوس. انا بقول لك تقدري او تقدر توزن نفسك في بيتك بدون اي عناء او تعب او في اي مشكله. جايبه لكم النهارده الميزان الديجيتال الرائع جدا يا جماعه. جهاز كويس جدا نقدر نوزن بيه نفسنا. نقدر نتابع وزننا اول باول، شوف نفسنا نزلنا او زدنا او كده عشان نعمل ستوب، شوف هنعمل ايه. بيشيل معانا لحد 180 كيلو يا جماعه، جميل جدا. هنشوفه مع بعض من جوه عامل ازاي. ميزان ديجيتال جميل جدا، لازم يكون من مقتنياتك، لازم يكون موجود عندك عشان تتابع وزنك اول باول، وجميل جدا. اي عروسه بتجهز جيبه معاها، بصراحه جميل جدا وهينفعها. خفيف الوزن يا جماعه، الخامه بتاعته زجاج متين عشان بس نبقى نحافظ عليه. ده طبعا الكتالوج بتاعه عشان يبين لكم استخدامات المنتج، وده طبعا الميزان بتاعنا الشكل الجميل. طبعا بالشاشه الديجيتال بتاعته بتبين لك الوزن بتاعك وكل التفاصيل. بيشيل لحد 180 كيلو، يعني بصراحه ما فيش ميزان بيشيل اكتر من كده. ميزان شخصي جميل جدا، وكمان سعره رائع جدا. ده شكله على الطبيعه عشان كل الناس اللي بتحب تشوف كل حاجه على الطبيعه. طبعا بيكون نظام بالبطاريات، يعني ما فيش منه اي مشكله. سعر مناسب جدا، يا ريت تكلمونا وتطلبوا المنتج لانه فعلا هيفيدكم جدا. لو حابين تطلبوه يا ريت تكلموني على الارقام اللي موجوده في الشاشه وانا هرد عليكم فورا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل فيديوهاتي. وانا سعيده جدا جدا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.